عسلامة الناس كل، مرحبا بكم على شين يوتيوب نتاعي. اليوم جبت لكم فكرة الراس العام، ولا تنجموا تعملوها في أي مناسبة. هو جاتو شوكولا وبفريوة، سهل، ما فيش حتى حاجة صعيبة. دونك نستحقوا زبدة، شوكولاتة كحلة، فرينة، ملح وخميرة. نستحقوا عظم، نستحقوا برشا عظم بيان سور. لي كونتيتي كل نكتبهم لكم لوطا كي العاده في الديسكريبسيون. ونستحقوا سكر ارطب. اول ايتاب في الغسيل نتاعنا باش نحطوا الشوكولا والزبده يذوبوا في الميكرووند. وكان ما عندكمش ميكرووند كيما قلت لكم قبل، تنجموا تذوبوهم في باماري اللي تنجموه تعملوه. المهم ما تحطوش ديريكتومون على النار، راهو الشوكولاته في ساعه تتحرق. دونك كيما ريتو الشوكولا والزبده نتاعنا ذابوا مليح. توا باش ناخذ اللي تابلي من بعدها، نحط ذوكم على جنب وباش نخلط العظم نتاعي والسكر مع بعضهم. كي باش تخلطوهم تستحقوا الفوي نتاع الغبو، وكان ما عندكمش غبو تخلطوهم بالفوي اللي الكتريك عادي باليد. دونك كيما ريتو حطيت العظم، حطيت السكر، وتوا باش نحطهم يتركضوا حتى لين الميلونج نتاعي يبدا يبيض. تاو كيما وريتكم وبياض الميلونج، باش نزيدو الشوكولا والزبده نتاعنا اللي ذوبناهم، ونحطهم يتركضوا زادا مع السكر والعظم. ومن بعد نوليو نزيدو الفرينه بشويه بشويه، الفرينه والخميره والملح اللي مخلطين مع بعضهم وريتهم لكم قبيليكا. دونك هوني كيف تركضوا مليح الشوكولاته والباقي نتاع لي زانغريديون نتاعي، باش نزيد الفرينه والخميره والملح بشويه بشويه. والغبو نتاعي قاعد يدور من ما تصبهمش الكل فرد ضربه، راهو الميلونج نتاعكم يتيح كاينكم ما خلطوش السكر والعظم من الاول. هوني كمل حضر الميلونج نتاعي نتاع الجاتو، وذاك اللي تراو فيه المول من تالي هو اللي انا باش نطيب فيه الجاتو نتاعي. لي ديمونسيون نتاعو 15 سنتيمتر سور 10، نكتبهم لكم لوطه زاد من بعد وكاو نسيتوهم. دونك توا خذيت المول نتاعي حطيت فيه شويه ماتيغ غراس، تنجموا نتوما تدهنوه بالزبده. كان باش تحطوا بودر ما تحطوش فرينه، راهو يخلي لكم هكا بلايص بيض كي تيب الجاتو. حطوا كاكاو يعني تدهنوه بالزبده وكاكاو باش ما يلصق لكمش الجاتو نتاعكم في الفور كي طيبوه. دونك حطيت الفور نتاعي يسخن على 150 درجه، وباش نحط الجاتو نتاعي في الفور ساعة وأربعة، معناها 80 دقيقة 90 دقيقة ماكسيموم انتما والفور. كيف يتيب لكم بيان سور تدخلوا السكينة وتثبتوا الكويسون نتاعو من داخل، راهو من داخل ياخذ وقت شوية باش يتيب. توا نتعداو للقناش نتاعنا. هوني حطيت شوكولا نواغ، استعملت نفس البول اللي ذوبت فيه الشوكولا قبيليكا. دونك حطيت الشوكولا حطيته شوية في الميكرووند، وتوا باش نزيد فيه بات دو نوازيت. تنجموا تعملوا بخاليني والا نوازيت، يعطي نفس الجو، راهو جوست البخاليني فيه سكر اقرا وحسابكم اللي تنجم تكون حلوه اكثر. دونك هوني خذيت العجينه نتاع البوفريو نتاعي وباش نزيدها نحطها مع الشوكولا، ونحطهم الزوز في الميكرووند. و اونتخطون نحط الكريم ليكيد نتاعي تسخن، باش من بعديك الكريم كي تسخن نصبها فوق الشوكولا والبوفريوه اللي حطيتهم يذوبوا شويه، يعني مش لازم يذوبوا يوليوا كلهم ليكيد مليح، خاطر باش تصبوا نتوما الكريم عليهم سخونه ديجا سخانه نتاع الكريم هذيك باش تذوبهم. دونك هوني صبيت الكريم نتاعي في كاسرول وباش نحطها تسخن. ردوا بالكم راي الكريم كيما الحليب تغلي فيسا، دونك عسوا عليها كي تحطوها تسخن وما تحطوش نار قويه برشا راي تفيض لكم فيسا. دونك هوني باش نسخن كيما قلت لكم الكريمه، وخرجت البوفريوه والشوكولا نتاعي ذايبين وصبيت عليهم الكريمه. تخليوهم شويه بالكريمه هذيك، ومن بعديك تخلطوهم وتتلقاوهم كلهم ذايبين، ما عادش فما حتى مخصو لا بوفريوه لا شوكولا. هو
هوني كيف كملت خلطت الكريمه نتاعي والشوكولاته باش نزيد عليهم كريمه بارده المره هذه. هوني انا حاطه على الميزان، دونك كيما قلت لكم لي كونتيتي كل نكتبهم لكم بعد بالضبط في اللوطه في البوكس نتاع الديسكريبسيون. توا باش نكمل نخلط هذو مع بعضهم ونلفهم بابي فيلم ونحطهم في الفريجيدير. انا خليتهم 24 ساعه في الفريجيدير كيما ريتو، لفيتهم بالفيلم اكونتاكت، وبعد ما خليتهم يبردوا باش نخرجهم من الفريجيدير ونحطهم يتركضوا كيما تراو في البول نتاع الغبو. راو كيما قلت لكم قد ما تخليوا القناش نتاعكم تبرد قد ما تكون القناش مونطي اسهل وما تولي لكمش فيها دي مخصوم بعد كي تركضوها، معناها ان ترونش با، ما نعرفش كيفاش نفسر لكم بالعربي، اما ذاك اش نقصد، يعني كي تركضوها ما تبداش تعمل دي مخصو كي باش تاكلوها. دونك هوني توا باش نقلب القناش نتاعي بعد ما بردت مليح في الفريجيدير. كيما قلت لكم انا خليتها 24 ساعه، راو كان تحبوا تنجموا تخليوها حتى 48 ساعه ما يصير لها حتى شيء، قد ما تبرد قد ما خير. دونك هوني حطيتها تتركض بالفوي نتاعي نتاع الغبو. وهوني باش نوريكم كيفاش نقص الجاتو. هذايا الجاتو زيدا بعد ما خرجته من الفور من البارح لفيته في بابي فيلم كيما ريتو وخليته برد مليح. لازمو الجاتو نتاعكم بارد كي باش تستعملوه. دونك انا عملت كل شيء ليله قبل واليوم جيت باش نعمل المونتاج. دونك هوني خديت الجاتو باش نقصه بالعرض كيما تراو. انا استعملت المول هذاك اللي منقوب باش نجم نقص يجيو قد قد، نجمو نتوما تستعملوهم بالسكينه ديريكت كان ما عندكمش المول هذاك، راهو ما يقلقش. المهم حالو كي تقصوا ثبتوا مليح باش تقصوا الطروف نتاعكم قد قد كيما يلزم. دونك هوني قصيت الجاتو نتاعي على 6 طروف، 6 ولا 4 والله نسيت بالضبط، اما نتوما تنجموا تقصوا حتى على 3 راهو كيما تحبوا. هوني خديت الديسك نتاعي حطيت فيه شويه الجناش مطي وحطيت باش نعمل مونتاج. دونك حطيت الجاتو، حطيت الجناش نتاعي وحطيت فتفت شويه فيريرو روشي كيما ريتو. البارتي الاولانيه بكل ما بليتهاش خاطر هذيك اللي باش تشد الحمل نتاع الجاتو الكل، دونك ما يلزمهاش مبلوله برشا. دونك لي زيتاج الاخرين بليتهم شويه حليب كيما ريتو وكملت نفس لي زيتاب، نحط جناش ومن بعد نفتفت شويه فيريرو روشي حتى لي نخلط لي زيتاج الاخريني. توا باش نكمل ليساج نتاع الجاتو بالجناش اللي خرجت، يعني ما تزيدوش حتى طرف جناش، ومن بعد تخليوه في الفريجيدير. هوني انا بيضته ليله كامله في الفريجيدير ومن غدويك جبدته، هاكا كي تمسوا الجناش نتاعكم ما عادش تلصق كيما ريتو، ريتوها يبست مليح الجناش. وتوا للباقي نتاع الجاتو هوني خديت شويه جبن ابيض فرماج بلون، يعني كاليا تختيني سوا فيلادلفيا ساموري والا ماسكاربون كيما تحبوا. خديت الجبن نتاعي ركثته شويه بالغبو بالفوي، وتوا باش نزيد عليه مغرفتين باتا تختيني. كان ما عندكمش نتلا استعملوا اي باتا تختيني اخرى فيها بوفريوا باش تعطيو المطعم نتاع البوفريوا. هوني كيما ريتو باش نزيد مغرفتين كبار على الفخوماج نتاعي. كيما قلت لكم اللي جي اللي عندكم راو اي فخوماج يقضي، معناها مش لازم فخوماج معين والا جوست ماسكاربون، اي فخوماج عندكم في البلاد اللي نتوما فيها تنجموا تستعملوه. ما نعرفش في تونس فما فخيدو فما قيصر، تنجموا تستعملوا اي نوع تحبوا عليه. المهم يبدا فخوماج اكل يابس شويه واتختيني، مش معناها فخوماج بلون ليكيد. هاكا كيما ريتو زدت النوتيلا، توا باش نحطهم يتركضوا شويه مش برشا باش ما تيحناش الجبن نتاعنا، وباش نكمل الليساج نتاع الجاتو نتاعي بالكريم هذيك نتاع النوتيلا. راي جوست جبن ونوتيلا، ما زدت حتى شيء، ما زدت حتى كريمه حتى سكر حتى شيء، جوست الجبن نتاعنا ومغرفتي النوتيلا. باش نكمل الليساج نتاعي نتاع الجاتو ومن بعد نكمل نوريكم الديكوراسيون. دونك هوني الديكوراسيون انا كملت استعملت دي مورسو دو شوكولا اندوري باش يعطيو
زينه اكثر في الجاتو. انتم كان ما عندكمش هذم لي بيس مش مشكله، نجموا تزينوها باللي تحبوا، حتى كعبات فيريرو روشي، حتى اي شوكولا عندكم، المهم تكون حاجه بنينه. وهكا كيما ريتو ملوطة حطيت بفريوه، معناها مش لازم حاجه مش موجوده، ولا تقعدوا وتصرفوا اكثر، ولا تفركسوا على حاجه صعيبه. هوني قصيت لكم الجاتو باش نوريه لكم من داخل الزيتاج نتاعو كيفاه. ان شاء الله تكون الغشيت نتاعي عجبتكم المره هذه، ان شاء الله تكون سهله وتنجح لكم كان جربتوها. قولوا لي رايكم فيها في كومنتير كان جربتوا الغشيت، ونتقابلوا في غشيت جديده. باي باي.